وسهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي انا يعني ايه رصيت كل الخرشوفات، حطيت فيهم الخضار اللي احنا عملناه مع بعض وشوحناه، الباقي ده مش هعمل فيه حاجه غير اني احطه في الفريزر لوقت تاني استخدمه، اقدر احشي بيه سبرينج رولز، اقدر اعمل بيه اي حاجه. انا هنا كان عندي بس شويه صوص كده معمول بمعلقه شوفان وشويه كده ميه، يعني صوص كده ايه باقي بشويه مرق، بصراحه مرق خضار قلنا نستفيد منه، ممكن نحطه على وش الايه الخرشوفات، حاجه خفيفه كده. اللي عايز يضيف موتزاريلا يضيف، اللي مش عايز يحط اي اجبان ويخليه خضار بس مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله، بس انا حطيته كده. الله، فده الطاجن بتاع الخرشوف. اللي عايزين تزودوا اكتر من كده نسبه البشاميل، ده انا معمول على مرق خضار ومعلقتين بس من الايه من الدقيق الشوفان بس، عملت بيه الصوص ده ورشه ملح وفلفل وخلاص. هحطه في الفرن ياخد بس اللون الحلو ده، وبعدين نبص بصه كمان على ايه اللي في الفرن. بصوا حضراتكم الرز المعمر بدا بقى ياخد ويدي مع نفسه. هحط بقى هنا الايه الخرشوفات، بسم الله، شايفين الجمال. اتفضلوا. وبعدين هنبدا بقى ايه، مصطفى اتفضل، تسلم ايديك وعينيك. هناخد بقى ايه، نشيل بقى الحاجات الحلوه دي، وهنبدا بقى مع حضراتكم نتكلم عن وصفه سريعه. خلينا كده عشان هعمل كيك قديم شويه بتاع امهاتنا وجداتنا، بس كلنا بنحبه وتربينا عليه، اكيد الجيل القديم عارفه، الجيل الجديد لو مش عارفه هيعجبه، وممكن نطعمه بعصير البرتقال زي ما هعمل النهارده. انا عملته بس ارضاء ليهم، علشان هي الطريقه الاصليه ما بيتضافلهاش برتقال قوي، لكن انا عملته عشان يبقوا حابين الطعم لو هيجربوه لاول مره. هو كيك الذرة الصفراء، بس أنا عشان هعملها هقدم جنبها شاي الكرك. شاي الكرك ده من الحاجات الجميلة قوي اللي بنحب، يعني ناس كتير جدا، هو مشهور جدا في الهند على فكرة، ما بيشربوه طول الوقت. وعارفين أهم حاجة فيه إيه؟ الزعفران، الزعفران الشعر. هو طبعا الزعفران من الحاجات الغالية دلوقتي، بس بيتباع دلوقتي في عند العطارين معينين، مش باودر الشعر، عشان يعني أضمن إن هو حقيقي. بيبقى بالجرام، جرام 2 جرام لا اكثر اقل، ان طبعا سعره عالي جدا لكن مفيد قوي. فهم بره في الهند طول الوقت الشاي ده، الكركم والزعفران ده اساسي عندهم. انا هدي مقاديره عشان اسيبه يغلي جنبي هنا ونقدمه معاه قبل ما اعمل الكيك الحلوه دي. ننزل مقادير شاي الكرك مع بعض. عندي هنا بصوا بقى، بنحط بسم الله اللبن، وعندي هنا الشاي، وطبعا تقدروا تزودوا. تعالوا يلا نقول ايوه معلقه ونص من الشاي كده، الشاي التقيل الحلو، معلقه سكر دي اختياري، عندنا حبهان حب، وعندنا قرنفل حب، وعندي عود قرفه، والزعفران هاخد منه شويه، وعندي اللبن. انا هزود لبن شويه عنده لان انا محتاجه ايه اعمل كميه شويه، كوبايتين ولا حاجه، فهستسمحك يا مصطفى تجيب لنا شويه لبن حلوين. انا هحط دول كده على النار عقبال ما انا اقشر حته صغنونه من الزنجبيل الايه الفريش. بصوا الجنزبيل الفريش بيبقى ده شكله، طبعا على حسب الوزن بتاعه. انا هاخد شريحه واحده، لانه خلوا بالكم مرضى الضغط ما بيبقاش ايه محبب ليهم الايه الزنجبيل. تسلم ايدك يا مصطفى. هاخد كده اهو شريحه كده، بناخد بس الحروف بتاعتها اللي هي ايه ليها قشره كده زي قشره البطاطس خفيفه، بروح ايه شايلاها كده واحط شريحه كمان. شربوا بقى الفايده. ننزل بقى مقادير بلح الشام، وانا هقول لحضرتك البلح الشام ده طريقته من غير الايه البيض، لكن استاذه زينب لما اتصلت حضرتك تقدري تزودي لو حابه تستخدمي البيض بعد ما بنشوحه المرحله الاولى بعجينه الشو. هنحطه في بوله يبرد وبعدين نبدا نضيف البيض، بيضه بيضه يتشربها من 3 لـ4 بيضات علشان لو حابه تضيفيه. ودي مقادير الشاي الكرك، مقادير بلح الشام قدام حضراتكم. يلا بينا، 2.5 كوب من الدقيق، ونص كوبايه من النشا، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث كوبايات ميه، وثلاث معالق كبار زيت او زبده على حسب ما حضرتك تحبي. طيب ده من غير بيض، لو هنضيف البيض مش هيبقى في المرحله الاولى، هنضيف 3 لـ4 بيضات. طيب الشربات، كوبايه ونص من السكر،
كوبايه ونص من الميه، معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه كبيره عسل ابيض او عسل جلوكوز، ورشه فانيليا ما بنحطهاش في الاول، بنحطها في الاخر خالص بعد ما بنطفي على الشربات عشان ما يمررش. بنحط السكر مع الميه وعصير الليمون وبسيبه على النار يغلي. اول ما يبدا في الغليان ببدا اعد 10 دقائق، وبعد كده ابدا يعني اطفي عليه واسيبه يهدى خالص، وبعدين ادخله الثلاجه يعني ياخد القوام الحلو. ومعلقه العسل دي الجلوكوز او الابيض تدي قوام وبتمنع تسكيره الشربات. سيب بقى الشاي الكرك هنا على النار يبدا يغلي، لما يبقى حلو بعدين نصفيه. نبدا بقى في الكيك، يلا بينا. عندي كيك الذي الذره من الكيكات الحلوه، تعالوا ننزل المقادير. عندي ليها 3 بيضات، من 3 ل4 بيضات على حسب حضراتكم حابين، يعني لو البيض حجمه كويس خلاص. عندي كوبايه ونص من الدقيق الابيض، وكوبايه ونص من دقيق الذره الفاتح، في نوعين دقيق ذره فاتح وغامق. وعندي كوبايه من السكر، وعندي كوبايه من عصير البرتقال، نص كوبايه من السمن او الزيت زي ما تحبوا، وعندنا من البيكنج باودر معلقه صغيره من برش البرتقال تدي طعم، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وثلاث بيضات. ولو عايزين تضيفوا سمسم على الوش ماشي، مش عايزين براحتكم. في ناس بتحب تضيف لها سيرب خفيف، احنا ممكن نعملها من غير، بيبقى نص كوبايه عصير برتقال مع نص كوبايه سكر، وياخدوهم على النار شويه ويدوب وتمام. انا معلش بعمل البيض بيضه بيضه، ان احنا بقى في الحر شويه فبخاف البيض يبقى مش مظبوط، فبطمن ان كل البيض سليم، لان لو حطيت واحده بس في وسط البيض يبقى اضطر ارميه كله. طيب بحط بقى البيض هنا، وطبيعي هحط عليه اول حاجه الفانيليا. هاخد كده عصير البرتقال، وهاخد كمان برش البرتقال او بشر البرتقال، ده بقى اللي ممكن يدي التيست اللي هم الولاد يحبوه يعني ايه ويستطعموها شويه. عندي السكر، بسم الله الرحمن الرحيم. السكر ده حسب الرغبه، احنا عاطين نص كوبايه، اللي عايز يعني يزود شويه ما يجراش حاجه، لكن هي عموما طبيعه الكيك دي ما بتبقاش مسكره زي الانواع الكيكات الثانيه. انا هحط زيت مش هحط سمنه، عشان انا الزيت بالنسبه لي اخف وبتطلع حلوه وهشه، وكتير من حضراتكم بيحب يستخدمه. بسم الله اهو، زيت نباتي عادي، اللي عايز يضيف يعني جزء سمنه وجزء زيت مفيش مشكله خالص. هاخد بقى الدقيق الاصفر اهو مع البيكنج باودر، معاه كمان الدقيق الابيض، وناخد معاه ذره الملح. معانا مدام سميره، يا صباح الفل. يا صباح القشطه يا حبيبتي. اهلا اهلا حبيبتي جميله، يا رب سعيد قلبك يا مدام سميره. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي روح قلبي، تسلميلي. عايزه اقول لك الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي جميله حبيبي. يا حبيبتي تسلمي، حضراتكم الاجمل والله مدام سميره. الله يخليك يا حبيبتي، احنا يعني بنحيي القناه بتاعت الاهلي عشان جابت شيف عظيمه الحقيقه يعني. ربنا يخليكي ليا يا رب، كل ذوق. بنحيي الاهلي على الفوز بتاعه في السله واليد الحقيقه. تسلمي. حاجه جميله جميله جميله. حبيبتي تسلمي لي يا رب، يسلم ذوقك. بقى كره القدم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم بدعواتكم، شكرا ليكي. تأمري باي حاجه مدام سميره؟ الدقيق اللي حضرتك عملتيه، الدقيق الدقيق الكيك الاصفر، الاصفر الغامق ولا الفاتح؟ الفاتح. الفاتح احسن. الفاتح. طيب وحضرتك جربيها، انا عارفه ان حضرتك بتعملي حاجات جميله وياما، يعني جات لي تطبيقات رائعه، وبعدين عايزينك بقى تقولي لنا طريقه العيش الشمسي الحلوه بتاعتك. حاضر يا حبيبي. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا تحياتي لحضرتك يا فندم، تحياتي. نورتينا وشرفتينا مدام سميره. انا هخلط الخليط ده، معلش يدي فوليوم شويه، مش هزعج حضراتكم بالخلط، لكن هستسمحكم في استراحه، ونرجع ان شاء الله بعد الاستراحه نستكمل الوصفه بتاعتنا.